تنظم نادي سمع البصري واحد الخرجة تربوية اللي كتكون جوج ورشات الأولى فعل القرائي اللي استمتعت بها مع الأصدقاء ديالي اللي كنقراو شي الكتوبة بيناتنا، وفي هذا الجو الهائل والجميل اللي كيخليك كيعطيك طاقة إيجابية أكثر باش تقرا الكتوبة وتتعلم أكثر من الأصدقاء ديالك وتعرف عليهم برا تاع الدراسة وفي من غير الأجواء الروتينية اللي كنعيشوها. والورشة الثانية كتكون على التصوير اللي تعلمنا بحالاش نصوره وتكون بزاف الحوايج. اختاريت نجي للطبيعة حيتاش كنحس بها واحد المكان اللي فيه الهدوء، واحد الملجأ اللي يدير بحال الدار، الا كتجي لي كتبقى تحس براسك، حتى داكشي اللي كتقراه كتحس بلي كتفهمو، ماشي كي بحال الا مشيتي مثلا لغاشي حديقة في مدينة، حتى الا جيتي تقرا شي كتاب كتفهم داكشي اللي علاش كيتحدد داك الكتاب، ماشي كي بحال جلستي في الدار وبديتي كتقرا كتفهمو ولكن ما كتحسش بداكشي اللي كتفهم. اليوم جينا في واحد الرحلة نظمتها المؤسسة ديالنا ديال فن القراءة، وجينا لهذا المكان الطبيعي باش نقراو حيتاش كنحسو بطاقة إيجابية، وبنادم إلا بغا يقرا ولا باش يزيد الرصيد المعرفي ديالو من الأحسن أنه يجي للطبيعة حيتاش هي اللي كتعطيه واحد الطاقة إيجابية فين يقراو داكشي. في إطار الأنشطة الموازية التي مفاتيحات مؤسسة مولاي إدريس تنظمها كل سنة، نظم نادي السمع البصري ونادي اللغة العربية للدعم والإبداع خرجة تربوية ثقافية للمنطقة السياحية المعروفة منطقة خنفوف تحت شعار كلنا من أجل القراءة. هاد الخرجة عملنا فيها كأساتذة مؤطرين على ترسيخ واحد النقطة، واحد الهدف هو أن القراءة ماشي بالضرورة تكون في المؤسسات، بمعنى أنني ممكن نقرأ داخل المؤسسات، ممكن نقرا خارج المؤسسة، في أي منطقة بغيت ممكن نقرا فيها، بالإضافة إلى أننا بغينا نوصلوا واحد الرسالة للزوار الذين يتوافدون إلى هذه المنطقة، وهي أن هذه المنطقة ليست فقط للاستجمام والراحة فقط، بل أيضا يمكن أن يجيبوا لها وليداتهم يقراوا فيها، يلقوا فيها الراحة النفسية، ويلقوا فيها مجموعة من الأمور اللي غادي يوجدوها أيضا في المؤسسات وغادي يوجدوها في هذه المنطقة. الثانوية التأهيلية نظمت واحد الخرجة لخنفوف من أجل الناس اللي كيجوا اللي ما عزيزش عليهم يقراوا الكتب، ومهم بزاف الناس ما كيقراوش لي غومون بعدو على هادشي كامل، ولو كيدوها غير في التليفون، وهذا مزيان البنادم مره يجي يدير شي خرجه ويقرا الكتبه، حيتاش واحد الجو هنا في خنفوف زوين بزاف كيفتح بنادم باش يقرا الكتب. صراحة القراءة هنا في الطبيعة واحد الراحة النفسية اللي كتحس بها، كتجي تقرا واحد المنظر اللي خلاب، واحد الهدوء اللي رائع هنايا، كتحس بواحد الطاقة إيجابية، تتبعد على كل شيء، على المدينة، على المصانع، على الضجيج تاع السيارات. صراحة أنا عجبني هنايا أنني نقرا الكتب مع الأصدقاء تاوعي، واحد المنظر اللي فريمون خلاب. جو سوي تخي فيير دو بارتيسيبي ا سيت أكتيفيتي organisé par le club audiovisuel du lycée Moulay Idriss. Le plaisir de lire un roman dont la nature s'inscrit dans une dialectique de ce beau paysage.